شو وين رفيف؟ غريب، كيف هيك تركت الأمير وطلعت؟ رفيف راحت تزورها لديمة. وهلأ ارتحتي ولا لسه؟ ولا بيهمني. ليكي رفيف طلعت بنت أصول، وأنا علي أقول الحق. ليكي اتطلعي، الكل مبسوطين بفضلها. بس أنا ما حبيت هالملعبة، لأنه كل شي مدروس عندها. هالبنت ما لهينة، كسبت قلوب العيلة بيومين وقلبك كمان. منيح، وانتي خليكي هيك بتفكيرك السيء، لا تشغلي مخك أبدا. أنا شو بدي أعمل بدونه؟ ما قدرت بعد عنه، عن جد اشتقت له كتير. يا عمري انتي، روحك معلقة فيه، هيك الأم. ديما كيفة؟ ما ضايقتك ما هيك؟ لا والحمد لله منيحة، بس المسكينة خافت على ابنها كتير، ودكتورتها قالت لها إنه كل شي ممتاز بس لازم تدير بالها على حالها. انتي حكيتي مع ديما؟ يعني رحت وزرتها بالبيت. ضايقت مني؟ لا، بس تفاجأت شوي. أنا رحت لأنه قلقت على ديما، المسكينة لحالها وإمها ما لهون. قلت بروح شوي وبحكي معها، اللي مرقت فيه ماله سهل وأكيد بتكون متضايقة. رفيف صدقيني أنا كل يوم عم حبك أكتر، يا قطعة من روحي. أنت شو ساويتي فيه؟ أنا بس حبيتك. شي غريب ما هيك؟ شو؟ الحياة ما منعرف شو مخبي بنوب. يا ترى لو كنا بمكان تاني وبوقت تاني كنا رح نتزوج ونكون مع بعضنا؟ حبيبتي أنا دائما مؤمن إنه كل شي مكتوب، يعني لو كنا بزمن تاني من سنين أو لبعد سنين كمان كنا رح نلتقي. عن جد هيك بتشوف الموضوع؟ إيه. طيب لنفترض إنه تخانقنا وفصلنا. ما رح يصير هيك شي أبدا. لنفترض أنه صار هالشي ومرق وقت على انفصالنا وفجأة بشوفك بالطريق، يا ترى رح يضل حبنا مستمر ولا رح ينتهي؟ أكيد رح نضل نحب بعض، وحتى لو متنا حبنا رح يستمر، وولادنا رح يحكوا قصتنا، ولو شو ما صار حبنا مستحيل يموت. شوفوا ساويت هالجيلة على ايدي لحفيدي الحلو، وما بقي له غير الزرار، ما شاء الله. يسلموا ايديك امي حلوة، ورح تلبق. الله يسلمك يا عمري. بس كأنه مضايقة حفرتها كتير، الولاد بيكبروا بسرعة وبتصغر عليه بعد فترة، حرام. ايه لا اطمني، مو صغيرة واخدة قياسه سلطاني خانه، رح يلبسها ورح يتدفى فيها يقبر قلبي. أمي أنا طالعة شوي. خير، لوين بنتي؟ بنتي؟ عمران ماله هون هلأ، كيف بدك تروحي لحالك؟ مراد ناقصه كم شغلة ولازم أطلع جبله ياهون هلأ، ورح أرجع قبل ما يفيق. استني رفيف، رح أتصل بالشباب وخليهن يوصلوكي. ماشي. خلدون، رفيف خانم بدها تروح هلأ، خلي ظافر يوصلها، ماشي ابني؟ يا عمري أنتي، يلا روحي غيري جو، وأنا هلأ بطلع وبدير بالي على حفيدي. مراد بأمانتك أمي. يا روحي أنتي، يا عمري شو بحبك. الله يخلي لي ياكن يا قلبي. والله غريب. ليش شو فيها؟
خليها تروح، ما بدها تخافي كل هالقد. شكلها فرحانة بالسيارة كتير، وحبت تتمشى شوي بسيارتها الجديدة، وبتكون خجلت تطلب من عمران يطلعها. إيه، أنا قايمة اطمن على حفيدي. لا لا، لأنه بنتي أمنتني عليه، أنا بدير بالي على مراده.